السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس دورة تعلم لغة الجافا سكريبت. درس اليوم سوف يكون بإذن الله حول الفور لوب. بداية سوف نقوم بكتابة الفور. طبيعة الحال يجب أن تلاحظوا كيف يتم كتابة السنتكس الخاصة بالفور، لأنها نفس عملية الوايل والدوايل، فقط تختلف في طريقة كتابة الكود أو السنتاكس. هنا لدينا الفور، ثم نفتح قوسين، ثم نقوم بكتابة فاريبل، ثم نعطيه اسم معين، سنعطيه على سبيل المثال جواد، ثم سوف نعطيه قيمة. إلى حدود الآن فكل شيء مفهوم. ثم سنعيد كتابة اسم المتغير الذي اخترناه، ألا وهو جواد. ثم سوف نعطيه قيمة، كيف ذلك؟ بمعنى جواد سوف نضع على سبيل المثال جواد أصغر أو يساوي على سبيل المثال 6، بمعنى يجب أن يكون المتغير أصغر من هذا الرقم لكي تكون العملية صحيحة. ثم سوف نقوم بالإغلاق خلف هذا، ثم سوف نضع هنا زائد زائد، ثم لاحظوا جيدا سوف نقوم بكتابة اسم المتغير. لماذا سنقوم باسم متغير؟ بمعنى هنا منطقيا لدينا، هل هنا السؤال مطروح، هل هنا جواد أصغر أو يساوي 6؟ نعم، إذا رجعنا جواد هنا قيمته 1، بمعنى 1 أصغر أو يساوي 6، فهذا جيد. هنا لماذا وضعنا هنا زائد زائد جواد؟ بمعنى الشرط نريد أن يظهر لنا، مثلا حينما سوف نضع هنا الشرط سوف يظهر لنا هذا الشرط، مثلا هنا على سبيل المثال نريد تكرار هذا العدد، العد 1 6 مرات، لكن على شكل تصاعدي، كيف ذلك؟ بمعنى سوف إذا قلنا هنا جواد جواد في الفاريابل الأول سيعطينا، مثلا لكي نقوم بالتوضيح أكثر لابد أن نقوم بوضع الأمر. سوف نقوم هنا بالدوكيمورايز دوكيمورايز، ثم سوف نقوم بفتح القوسين، سوف نضع على سبيل المثال شرط يس على سبيل المثال فقط للشرح، دائما بين هاتين الدوكيومنت. ثم سوف نضع زائد، ثم هنا سوف نضع البي ار لكي يقوم كل امر بالرجوع الى السطر لكي يكون متناسقا. ثم سوف نقوم بالاغلاق هنا بهذه الشكلية بالإغلاق. هنا نريد أن يتم تكرار العدد يس، العدد أو الأمر يس 6 مرات، كيف ذلك؟ بمعنى سوف نقول أن سوف يظهر لنا في المرة الأولى يس 1، ثم لكي يظهر لنا 2 3 4 إلى حدود 6 يقوم بهذه العملية. مثلا في الأول لدينا يس 1، ثم سيقوم بأخذ اسم الفاريابل جواد زائد، بمعنى 1 زائد 1 تعطيني 2، ثم نقوم مرة أخرى بفاريابل زائد زائد بمعنى 2 زائد 1 تساوي 3، وهكذا ندعو عليه إلى وصول الرقم 6. سوف نذهب إلى الصفحة الخاصة بنا نعمل تحديث. كما ترون لدينا هنا 1 2 3 4 5 6، قام بتنفيذ الأمر على شكلة. سوف نضع هنا على سبيل المثال فقط 10 لنرى. نعمل تحديث كما ترون، تم تنفيذ الأمر. هو الفور لا يوجد فرق بين الفور والوايل، فهما يقومان بنفس العملية، فقط يختلفان في طريقة كتابة الكود. هنا إذا لاحظتم هنا سابقا سوف نقوم بحذف الكوماند لنقوم بالتوضيح. هنا إذا لاحظتم في الدوايل في الدرس السابق، في الدوايل قمنا بكتابة الفاريابل ثم اسم المتغير ثم القيمة، ثم بعدها قمنا بفتح الدو، ثم كل الكود قمنا بكتابته أو الأمر قمنا باستدعائه داخل الكولاد. ثم الوايل قمنا بكتابتها خلف الكولاد، بمعنى آخر الكولاد، بمعنى كما ترون. هنا الفرق فقط في السنتكس، فهو نفس النتيجة نفس العملية، أنت تختار أيهم تريد أن تقوم بالعمل بهم. كما لاحظتم هنا قام بتنفيذ الأمر هو أولا، ثم الشرط،
وهنا لا، هنا قام باستدعاء الشرط أولا ثم الأمر. كان هذا كل ما في درس اليوم، أتمنى أن يعجبكم هذا الدرس، نلتقي بإذن الله في درس مقبل إن شاء الله.